اخترنا لعبه ماينكرافت. يا شباب ننزل لعبه ماينكرافت ونذبح نصفق كف نصفق سيف على رقبته لميلة التنين نصفق وحده هيك ونضرب وحده نوديه على الجنه ليك هيك شباب. لا تنسوا لايك واشتراك، وطبعا اسف على صوتي لانه مرضان يا شباب. انا مرضان يا شباب، حتسعى على صوتي حتسمعوه كتير يعني هيك. يا شباب خليكم مع لا ايش كان تحكي. يا شباب لا تنسوا لايك واشتراك وخليكم مع المقطع. ايزي جريت يا رب ما يطلع ثلج. انا ما راح اوافق ابدا اذا بيطلع ثلج. مكان الثلج هيك، هذا مكان اسطوره، ما في خشب ها. نسبه انه لا خلي كثير قريبي كثير، ولا اصلا هو لقينا ايه خريب والله خريب. بس خلينا نجمع شوية أغراض. ما راح أتحمل، ما راح أتحمل. تعال فا 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 يلا 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 يا شباب نكسر خشب. لازمنا أربع حبيت يلا نعمل هيك ونعمل هيك. يلا ثمان ستيك وثمان خشبات عدل مو صح؟ عدل عدل، ما تحكوا لي انه مو عدل. عدل وبإصرار بس هلا ستة وخمسة وما في عدل. اسير مشوه زيادة حبة بطاطا، واحد سندويش بطاطا مع الليي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 ي
فيلا خلينا هلا ناخذ اول شيء السيف وناخذ كمان. فخذي حتركن انت وياه والله. لو تكون ايش راح اتركك انا بالعكس. يلا تعال انت. فكرت قريب هذا شو. يلا جينا هلا بخلينا نقتل هذا الخروف. فيلا ننطلق الى القرية. من لوج الأججة. أججة. أوه!
والله حرام، ما فينا هلا ايش ولا في عنا؟ عنا افلسي وان، هذا كمان افلسي وان، عنا هذا بريك، يلا هذا بنكسر فيه، ايه جيبوا جيبوا، جيب هذا كمان، بركي بفيدنا، لو فينا اخذكم، يلا وين الهايبل؟ وين الهايبل؟ يلا يلا طر عم جمع طر فورا طر طر خلص خلص استعنتي طعنك لك اكلتك ولا كمان ايه يلا يلا اخذنا الهايبر صار عندنا 45 وحدة 45 هاي بيبي هذا بدل ما اجيب لهاي الاوك تعال انت لك كنت ولا صعود ها 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 يلا تعال تعال يا رحمة تعال يلا 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 ابلع 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 يلا اعطانا 5 حبات والله اسطوري بس اسوي فيها سيف اوي نستكشف القرية يا شباب نستكشف القرية ايش فيها؟ ملكي طلع فيها صناديق حلوي بوكت هاد بوكت ملكي بنعمل لنا املجي يلا وين الماي؟ انا نسيت بالماي في شهان اللي عنده صناديق لا حد يخبي عليها والله بزعل منه ها الازعاج اللي هل تعرفش من القرويين اللي في بس انا بدي اخليها اليوم بي في جيبه انا عندي جيب ما عندي جيب الحمد لله قالوا لي حط اليوم بي انت في جيبه يلا 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 هات تحسن تسوي ستاك مو؟ مو؟ تحسن تسوي ستاك اوه تسوي 20 ستاك بي 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 هلا هاني ويتين يلا هات يا اخي بدي اخطر كبسه وحده يا اخي ليش يا اخي حرام هلا تعال اعمل طق 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 استنى وات ايش لازمنا الان انا ما بعرف شلون يا اخي هوني يا اخي بس اجيبه الهون يا اخي اخلع الشاشه الثانيه لسه بس لسه بس اسوي ستاك تاني ستاك تاني كمان يلا صار عندنا ستاك يلا يلا بط يلا ستاك لحتى خلاص انتختخ يا شباب انتختخ هيك كان سموها تختخ مو كان هيك سموها تختخ هلا عم تختخ بالخبز يا عيال الخبز يا ويلي يا بس خلينا نساوي قروية بعد 5 ثواني يا ربي طورنا السيف وطورنا البيكاكس نا
صار هلا خليه هذا ادم نستفاد منه كمان. يلا يا جبي ربك تنظف سن. يلا هلا روح مي. ايش ما ساعدكم يا اخي؟ ايش في شباب؟ شوف خيركم شيء؟ من عيط عليكم؟ ها 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 ها
في هذا الشيء انه انا بعرف هذا الشيء. انا ما بعترف ابدا، انا مبالي بس ما بعترف، انا بس مبالي. انا اعترف وان ما في كهف يا شباب. طلعت ما انا صار وحدي، بس طلعت مكملة شو اسمه
عنا هلا بالباقي. بالباقي بدنا نبدا هلا بدنا نقلل حالنا. عنا شو اسمه؟ عنا شو اسمه يا شباب؟ خلاص يا عبدو زمان عارفان الكلمة اللي بدك تقولها لا تقولها خلاص. سك من بوك مم. خلاص. كلمة ما لك عارفانها فأعطيها سك سك مم. سك بوك بوك مم. ما كان يقول له لا؟ أعطاني جزرة. وات الناس عم تموت لحتى يطلع لها جزرة واحد. ما طلع لي اياها هيك بالصدفة. يلا يا شباب صار لازم نطلع من الكهف. عنكم ما عاد تدخل كهف جنب قرية. كمان انا 20 زومبي متحول. انا ما بعرف شيء. لا ما ايش في شباب؟ ايش في؟ الزومبي خلاص خليت العالم يا حبيبي. تعال يا حبيبي. انا طالع لي 50 حبه من هرش عشان قال كيف تقدر. ما عاد اعرف احكي. مرضان يا اخي مرضان مرضان ما عاد اعرف احكي. هلا صار عندنا شيء يكفي فول ارمور ايرون. هلا خلينا نحط الفرن ونصبح على خير. هلا بنحط الفلم فلم اقوى لعبة ريد. اقوى لعبة ريد. انا اقوى لعبة ريد. يا ننام ننام. يلا هلا بدنا نحط شو اسمه الكرافتنج تيبل. حطه ونسوي لنا احلى ابو على عبد الكوميت. يلا نلبسها. وين شباب؟ شوكليتة شوكليتة. يلا 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 حبي 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 حبي. كان ترند هذا الصوت حبة. مو الشيء اللي يعطيه مصاري. ايه كان يا شباب هذا ترند يقول لك حبة والشيء اللي يعطيه مصاري ويقول لك حبة ويعطيك مصاري ويعطيه مصاري ويعطيه مصاري وهو مزعوج مزعوج مزعوج. هذا كان اشوفه يعني. استغفر الله العظيم. دن يلا هات بس سبعة. هات 15 ثمانية وسبعة. هلا سبعة ثمانية زائد ثمانية 16. فالحد هيك يطلع 15. لكن الرياضيات راسب. انا راسب بالرياضيات. انا راسب بالرياضيات يا شباب. يا شباب في ناس ما عندها مخ تجيب هذا كلياته هذا وتحطه هون بدل ما تجمعوا كلياته وتحطه هون. اسوي ايه؟ بيكتر معه. يا الذكاء صفر صفر مستحيل.
لا احنا ما عندنا مخ. ايش قاعد بحكي انا؟ شباب انا لازمني شكل اروح على المستشفى. شكل فقدت السيطرة يا شباب، انا فقدت السيطرة عن نفسي، ما بلش يحتلني. اخ اخ اسف ما ايش دخل المايك؟ طلع شوفوا شوفوا ايش عملت. اسف يا شباب انا وقاعد عم بحرب المايك، عم بفرجيكم شلون راح. ما لقيته الا راح الصوت كله، راح الصوت كله يا اخي، راح الصوت كله يا اخي. ما ايش الغباء هذا؟ غباء استرالي، غباء استرالي. راح المايك لك، راح. انا قاعد بشرح لكم رياضي ومبسوط لك، مكيف يا معلم، مكيف 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 تكييف، مكيف مكيف على المكيف. انا عم ساوي فول ارمر ايرون، عم بقول بدنا نروح على النذر، بدنا نروح ونساوي ونبطيخ، وانا اصلا ما عم بحكي، انا قاعد عم بحكي لك 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 والله. يا اخي ليك والله حرام، ليك شلون راح. انا عم باخذ الايرون بكسر ومبسوط، مبسوط على الاخر. انا عم بكسر، يا 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 قديش كنت مبسوط، مبسوط انبسط الدنيا ليش عملت فول ارمور ايرون. يا ليك شلون عم تمتم انا قاعد، مو شيء غريب؟ ليك شلون انا قاعد عم تمتم، ليك 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 عم بخطط، عم بعطيكم مخططات يا شباب، عم بعطيكم مخططات وانا ما عم بحكي. اخ انا بقول ايش عم بقول، انا مش عم سوي، انا ايش عم، انا طاير طاير مخي، طاير مخي عن انه هذا. بقول بدنا نعمل جزء ثاني او بدنا نروح على النذر. هيك انا ما بعرف شو كنت عم بحكي، انا نسيت القصه كلها. اخ 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 يا اخي، ايش هاد ايش هاد يا اخي ايش هاد؟ انا بحكي مع المتابعين ومبسوط، واصلا انا ما عم بحكي اصلا، يعني انا بدي احكي، لا ما عم بحكي. حطيت هون السرير ونهاية المقطع يا شباب، يا اخي والله حرام. فيا شباب اذا بدكم جزء ثاني من السلسلة هاي فاكتبوا تحت التعليقات. فيا شباب لا تنسوا اللايك والاشتراك، واذا بدكم جزء ثاني